رضي الله تعالى عن أروى وأرضاها. نعم، ثلاث مواقف اليوم راح نتأدبوا بها ونتعلموها من عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول موقف وهو كيف دعا طليب أمه الدعوة الحسنة حتى لما يكبر الابن هذا، وهذه رسالتي موجهة للبنات والأولاد لما يكبروا ويصير يدعو ويعلم في المحيط تاعه في الأسرة تاعه بالتي هي أحسن. لأنه شوفوا طليب صبر على أمه، قالت له حنشاور إخواني في ذهب ثم ارجع لها، فزاد قناحها وأعطاها وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا موقف عظيم نتعلمه اليوم من طليب رضي الله تعالى عنه. الموقف الثاني كذلك نتعلموه من عند أروى عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاستثمار الحقيقي. نعم، الاستثمار الحقيقي مش أنك تبني فيلا أو عمارة أو تشتري سيارات أو تبدع مصنع، صدقني الاستثمار الحقيقي أبنائك في البيت، أولادك وبناتك، هذا هو الاستثمار الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان لما يكون عنده الخيرية لأهله، أنه يعيش أهله، يتهلى في أولاده، يتهلى في زوجته، يتهلى في إخوانه، في أخواته، هذا هو الاستثمار الحقيقي، الدفع العائلي اللي حتلقاه طول حياتك. فاليوم نأخذ موقف من عند أروى، لابد علينا نتعلمه لما نسمع سيرة هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أول موقف استثمار الحقيقي، كيفاش استثمرت في ابنها اليتيم. ونحيي بالمناسبة كل أم راهي تثابر، كل أم راهي تجاهد، كل أم تفكيرها ليل ونهار على أولادها، كيفاش تربي أبنائها وكيفاش تخلي أبنائها يكونوا صالحين في المجتمع، كيفاش أبنائها يكونوا من عباد الله عز وجل. فجزاك الله خير والله يبارك فيك. كذلك الموقف الثالث اللي نتعلموا منه، أروى رضي الله تعالى عنها لما أسلمت وكانت شاعرة رضي الله تعالى عنها صارت تدعو إلى الإسلام. وهنا نتعلموا قاعدة جميلة، إذا علمت أعمل، لابد أنك تعمل بذلك العمل، وإذا عملت لابد لك أن تدعو، بلغوا علي ولو آية مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ولو علمت وعملت ودعوت فلابد عليك أن تصبر. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.